كرة المحلة وضربة ركنية لمصلحة المحلوية، هيلعبها جابرييل برجله اليمين تلف لجوه، ومعاذ الحناوي متقدم هو وبازوكا وخالد رضا وعبد العزيز البلعوطي، وتعليمات لدفاع انبي انه ياخد باله. شوف اللي عند حارس المرمى ده، شوف اللي واقف على خط الجول عند عبد العزيز البلعوطي. طبعا كابتن نادر هيوقف اللعب، طبعا كابتن نادر هيوقف اللعب. محمود علاء الباك الشمال كابتن نادر بيقول له اعمل اللي انت عايزه في الاخر، ما تلومش غير نفسك. اهو هتتلعب الكره عبد العزيز البلعوطي في مرمى الو بوب بوب، جول 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 يا جابرييل يا جابرييل يا اوروك يا لعيب يا لعيب يا لعيب، حطها 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 والله. محمود علاء يعني عمل المطلوب، محمود علاء عمل المطلوب. المحلة تتقدم في النتيجة بضربة ركنية، بضربة ركنية جميلة جميلة جميلة. جابرييل أوروك، جابرييل أوروك طبعا بيعترض، طبعا بيعترض عبد العزيز البلعوطي، لكن الهدف يشعل حماس جمهور المحلة. وجابرييل أوروك لفها في الجول، لعيب 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 لعيب، الله 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 يا جابرييل، الله يا جابرييل. جابرييل أوروك، جابرييل أوروك يتقدم للمحلة ويشعل حماس الجمهور الموجود في ملعب المداخل الأربعة، وحطها حلوة قوي الحقيقة، حطها حلوة قوي يعني بعيدا عن